دي جذوع الشجر. الجذوع دي بيتم زرع عندنا في مصر، بعد كده انا ببدا اصنعها. معناها جايه شجر شبه ده. ده مثلا ليه كذا استخدام، مثلا ممكن مثلا يتحفر هنا حط عليه بيتزا تقدم تقديم للمطاعم وكافيهات وكلام من ده. ممكن مثلا يترسم عليه، يتعمل عليه شغل ليزر. ممكن مثلا ليه كذا استخدام جذع شجر شبه ده. مثلا عندنا هنا الشمعه دي، ده جذع شجره بتحط فيه شمعه. عندنا الهون ده كده، الهون ده خشب لبخ، واليد بتاعته صرصوع. وعندنا الطبق ده مثلا ممكن يستخدم في اللب والسوداني والمحمصات. عندنا بقى الاطباق دي بقى، مثلا دي ممكن تستخدم في الفاكهة، تستخدم في الاكل. الخشب ده صحي جدا على فكرة في الاستخدام، لا ما ينفعش في النار. وعندنا الاطباق الكبيرة دي، انا ببدا مثلا بجزء شبه ده، بيبدا معايا بالجزء ده ذات نفسه، اسيبه ينشف عندي الاول بثلاث اربع شهور، بعد كده ابدا اشتغل فيه. بخش الاول على المنشور، بعد كده بحطه على المخرطه، بعد كده انحته بقى بالشكل اللي انا عايزه. الشكل مثلا يطلع قدامي شبه ده، مثلا عندي الصينيه دي كده. مثلا كان بيجي لي البنات بتاع الكليات ياخدوا الجزء يرسموا عليه ويكتبوا عليه وينحتوا والكلام من ده. جات لي فكره من هنا، بدات اطور انا ايه من الفكره. مثلا اعمل طبق، اعمل طفايه، اعمل سكريه، مثلا اعمل معلقه شبه كده، معلقه الشكل ده كده. بعد ما اتطور كده مثلا تحط فيها السكريه بعد الكافيهات والكلام من ده. وعملت حوض المايه ده، ده حوض بيستخدم في المايه. ويعيش، ما بياخد مواد الباع عازله بقى، ممكن ياخد بوليستر، ياخد ايبوكسي، كل ده في ايدينا، اللي هو البوليستر والايبوكسي والكلام من ده. مثلا ممكن اعمل رف بتاع بار، انا منتج بتاعي تصنيعي وحاجه يعني حاجه صلبه كويسه، وبيواجه يعني مثلا ممكن التصنيع بيتكسر ما بيكملش، ده ضد الكسر، الشغل ده ضد الكسر. منتج يعني ده مثلا اقول صناعه 100%، منتج تصنيعي 5% ولا 10% ملوش عمر. هتعمل نفس الكادو بتاعك يا بلال. اي عمام هتعمل.